شيء مضيع بشيء هذا، وهي كتابة مكتوبة قال لي أو كتب لي فيها: أجزتك بكل ما أجازك به شنوه من علم الظاهر والباطن. أسأل الله أن يجعلك لنا لذلك. قلت لنفسي في السابع يوم: أنا ما ذكرت هذا إنما يعني تجدد في وقت الثار، ولكن الحديث يجوز بعض البعض فذكرت ذلك. ولا أرى نفسي أن تنفيذ في حكم أهل الإجازة والحكم، ولكن يعني مرض الكتاب خير من الكلام. أنا أستغفر الله، يعني أستغفركم أسير فأقول، وقبل أن أقول ذلك أشترك عليكم مشكرة أهل الفضل والعلم العمل والتفكر والتعليم. هذا هو الفضل، وهذا الذي سأسأل عنه يوم القيامة. لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. أيها الإخوة والأحبة، شرفني الله تبارك وتعالى كذلك، وحضرت تفسير القرآن الكريم على سماعة شيخنا الشيخ الدكتور أحمد الدكتور أمام الله ثلاث مرات، وهو فسر القرآن الكريم في حياته أربع مرات. أدرت منها ثلاثة، وعيت منها سنتين، وأكرمني الله تبارك وتعالى، وحضرت على سيد وشيخ الشيخ محمود سعيد الرندوسي رحمة الله عليه، توفي في ميزان الثمانية على ما أذكر. أيضا أخذت عنه من فقه السنة ومن تفسير الإمام السيوطي، تفسير جلالته، تفسير الإمامين الجلالين أو الجلالين، جلالتين أحد جلالتين السيوطي، وهما من أهل مصر. طوبى لمصر كان حربا لتخريج علماء أرض طوب الدنيا، وسيكونون من نجوم الآخرة بإذن الله تعالى. أنا من جازني أن أفيد وأفيدكم بذلك كله شريطة العقل والتكلم والتعليم، ولتسألن يوم القيامة عن ذلك يا أيها الإخوة والأحبة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بذلك. صلى الله على سيدنا محمد.